إذن نبدأ على بركة الله. مواصلة في تقديم دروس الرياضيات في مقطع الأعداد النسبية. درسنا سابقا جمع عددين نسبيين، مقارنة عددين نسبيين، التعليم على مستقيم مدرج، التعليم في المعلم، وطرح عددين نسبيين. هذه الدروس غادي نحتاج للتعليم، نحتاج إلى الجمع، إلى الطرح، إلى المقارنة والطرح أيضا. في درسنا اليوم شغل لك على مستقيم مدرج عين النقط. من بعد شطلب مني، ها هي السلسلة تاعنا، راهي عندنا السلسلة هذه، كل واحد رانا عطيناها سلسلة وراهي جاية من الدرجة، درس بدرس. إذا قالك عين المسافة بين نقطتين، احسب المسافات AB وAC. كيف نقوم بحساب المسافات؟ كي يقول لك احسب، شدير تمدها حسابيا، يعني إجراء عمليات. أول خطوة نقوم بها هنا شا قال لي؟ قال لي علم، يعني غادي نراجعوا التعليم. مثلا لاحظ معايا النقطة A موضعها أين؟ عند الناقص 3، نروح عند الناقص 3 وندير الA. البي موضعها ها هي البي، عند الناقص 1، والسي عند الزائد 4، ها هي السي. من بعد في السلسلة شا قلنا؟ احسب المسافات. إذا حساب المسافة، شكون هي المسافة؟ أبي. لاحظ معي المسافة، المسافة أبي، ها هي المسافة أبي، ها هي. شحال المسافة أبي من المعلم، من المستقيم المدرج؟ شحال المسافة؟ المسافة شحال من أ إلى ب؟ هل هذه زائد أربعة؟ ناقص أربعة. هذه شحال؟ هذه هنا انا ناسين، هنا ناقص 2، شتو الخطا؟ ناقص 2، ناقص 3، ناقص 4، ناقص 5. اذا الموضع تاع ا يجينا هنا. اذا ها هي المسافه ا بي، كم المسافه ا بي؟ 2. الخطا هنا، تبع معايا في التدريج، 0 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص، خاطش هذا الخطا كان يوقع فيه التلاميذ ووقعنا فيه حنا ايضا، صحيح؟ اذا المسافه ما بين ا وبكم؟ 2، راهي وحدتان. اذا احنا شنو قال لنا هنا؟ قال لك اوجد او عين، قال لك احسب. اذا المسافه ما بين ا وب، لاحظ معايا عندي ناقص 3 وناقص 1، ماذا نفعل في الحساب مسافه بينا؟ نقارن. شنو نقارن؟ بين مسافة بين فاصلة أ و ب. ما شنو ندير؟ رانا قارناها، شنو نديرو؟ الأكبر نطرح منه الأصغر. الأكبر مسافة، شكون الأكبر؟ هي البي. شنو ندير؟ إكس بي ناقص إكس أ. فاصلة البي كم؟ ناقص 1. فاصلة الأ ناقص 3. عندنا طرح عددين نسبيين، شو قلنا في الطرح عددين نسبيين؟ عندنا ناقص، خليها كيما راهي، تولي لنا زائد 3. اذا المسافه ا بشحال تساوي لنا؟ 2. اذا فعلا من البيان 2، وحسابيا كم؟ 2. من بعد شو قال لنا؟ احسب المسافه هاي آسي، عندنا أ وآسي، شا قلنا ندير؟ نعم زائد 4، تعطينا زائد 4، زائد 4 زائد 7، زائد 4 زيد ناقص ناقص 3. إذا شا نديرو؟ الفرق ما بين فاصلتي أ وآسي، شكون اللي نبدا بها؟ نبدا بأكبر فاصلة، شكون هي أكبر فاصلة؟ هي سي، إكس سي ناقص إكس أ. إذا ماذا تساوي سي؟ زائد 4 ناقص 3، تعطينا ناقص 4 زائد 3. شحال تعطينا آسي؟ زائد 4، شحال تعطينا؟ زائد 7. ممتاز، تعطينا زائد 7، صحيح؟ دروك انتهينا من الجزء الأول، ننتقل إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني قال لك علم على مستقيم مدرج النقط A والB والC والD. شا ندير؟ نعلم هذو النقط على هذا المستقيم. لاحظ المستقيم 0 1 2 3 4، 0 ناقص 1 ناقص، إذا التدريج تاعي راه
صحيح. الفاصلة أ كم؟ زائد ثلاثة، ها هي الفاصلة أ. البي زائد اثنان. سي ناقص ستة. والدي ناقص ثلاثة. المطلوب مني حساب المسافة. ما هي المسافة في التمرين الثاني؟ أبي المسافة أبي. أي عندنا أبي، ماذا تساوي؟ قلنا حساب المسافة ما بين نقطتين هي الفرق. سلام جلود أحمد علي مجلوش. موسى مكاش. المسافة ما بين أ وبي هي ماذا؟ هي الفرق ما بين الفاصلتين، فاصلة أ وفاصلة بي. فرق ماذا؟ فاصلة أكبر فاصلة ناقص أصغر فاصلة. شكون هي الفاصلة الأكبر؟ الفاصلة الأكبر هي الأ، والفاصلة الأصغر هي البي، تساوي زائد ثلاثة ناقص زائد اثنان. زائد ثلاثة تبقى كما هي في الطرح عددين نسبيين، هذا شفتوا لنا زائد ناقص اثنان. إذن أبي شو يعطينا؟ تعطينا زائد واحد. إذن المسافة أبي شحال تعطينا؟ زائد واحد. الآن حساب المسافة آسي. هاي آسي هي الفرق ما بين الفاصلتين، فاصلة أ وفاصلة سي. شكون هي أكبر فاصلة؟ الأ ولا سي؟ الأ. كم فاصلتها؟ زائد ثلاثة ناقص فاصلة سي اللي هي ناقص ستة. شحال تعطينا؟ العدد الأول شو قلنا نديرو له؟ زائد ثلاثة زائد زائد ستة. شحال تعطينا؟ إذن المسافة آسي شحال تعطينا؟ تعطينا تسعة. نواصل. مطلوب منا الآن شا المسافة آدي. هي آدي ماذا تساوي في آدي؟ هي الفرق ما بين فاصلة آ ودي. شكون الأكبر؟ الآ. إذن إكس آ ناقص إكس دي. فاصلة أكبر على بدينا بالآ، خاطش الآ فاصلتها أكبر من فاصلة دي. الآ كم؟ زائد ثلاثة. الآ زائد ثلاثة والدي ناقص ثلاثة. العدد الأول شو قلنا نديرو له؟ نحتفظ به الطرح واللي جمعوا لهذا العدد زائد ثلاثة. ندير له المعاكس شحال تعطيني؟ ستة. نواصل حساب المسافة بي سي. أي بي سي وهي الأخيرة. إذن بي سي هي الفرق ما بين الفاصلتين البي والسي. شكون الأكبر؟ البي. والأصغر هي السي. فاصلة البي زائد اثنان، فاصلة أ ناقص ستة. شحال تعطينا؟ زائد اثنان زائد زائد ستة. شحال تعطينا؟ ثمانية. إذن بي سي كم تساوي؟ ثمانية. إذن اليوم تعلمنا كيفية حساب مسافة بين نقطتين. المسافة بين ماذا؟ بين نقطتين اللي هي الأ أ بي إلى آخره. صحيح؟ انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من فاصلتيهما.